اليوم عندنا همنا فطور، وفطورنا خاص وصحي وغني بالفيتامين سي وصمونه منه وبي. تابعوا الفيديو على مود تشوفوه وتشوفون شلون راح نسوي وش قد طيب وسريع ولذيذ وصحه وعافيه. مقدما ارد اشوف التعليقات والاشتراكات شلون راح تصير. قطعة زبد على النار، نذوبها بهدوء على نار مو عالية جدا. بعد أن تذوب راح نحط عليها، بعد أن تذوب تبتدي تشقشق خاصة صوتها الحلو، راح نحط عليها مقدار من البصل. المقدار مال البصل يكون يناسب طبعا الكمية اللي راح نسويها، ونحرك البصل شوية حتى يختلط يبدي يتذبل كخطوة أولى. بصل بنفسجي، انتو تعرفون انه انا احب البصل البنفسجي لرطبته اعلى، واستخدمه طبعا استخدم البصل العادي ايضا، وهذا الموضوع ايضا متروك لكم. ملح الهملاية، مقدار من الملح اللي انتو تكون لكم مناسب. فلفل، مقدار من الفلفل الاسود ايضا الكمية اللي تشوفوها حسب محبتكم للفارة. يعني بالنسبة لي احب احط فلفل احمر ايضا، قليل من الفلفل الاحمر. هذا الموضوع راجع لكم طبعا. بعد ان نقلب البصل شوية ويجي احمر ياخذ شوية، راح نحط مقدار من الفلفل، الفلفل المتوفر. انا حاليا متوفر عندي فلفل اخضر فقط، بالنسبة لكم اذا متوفر فلفل احمر، فلفل اصفر، فلفل برتقالي، فهذا الموضوع كله جيد جدا انه نحطه. راح نبدي نحرك بيه ونسهي مثل ما نقول الى ان يتبلون شوية بالمقدار اللي احنا نريده. اكو قسم تحب انه يكون قوية تنقرب، يعني بها قرطة مثل ما يقول، انا فعلا ايضا احبها هيك قوية تنقرب. راح نسهيها ونكمل. على جهة راح نجيب وعاء او طاسة كاسة، وراح نحط بها ثلاث بيضات. طبعا الكمية مثل ما نريد، ممكن نحط اربع بيضات او خمس بيضات. هاي الثلاث بيضات او الخمس بيضات راح نحط لها شوية ملح، انا بالنسبة لي راح احط لها شوية فلفل احمر، بالنسبة لكم الشيء اللي انتم تحبوه، تحبون فلفل اسود فقط براحتكم. راح نحرك البيض بشكل بسيط بحيث انه يختلط، ولا يعني بشكل كامل، ونحط عليه مفروم المعدنوس. اذا عندكم كراث اللي هو البصل الاخضر، اوراق البصل الاخضر ممكن ايضا تحطوها. وبعدها ايش راح نحط؟ نسينا نحط الملح، راح نحط شويه ملح لانه احنا عندنا اصلا ملح. وراح نحط الفقره الاساسيه اللي عندنا اللي هي شنيه صديقنا الشوفان. طبعا مثل ما تشوفون هذا الشوفان غير مطحون، ممكن تحطون شوفان مطحون، بس حتى هذا هو يوفي بالغرض وبكل سهوله وسرعه. راح نحط مقدار ثلاث ملاعق من الشوفان، وهذه ملاعق الشوفان اللي راح نحطها، ثلاث بيضات بثلاث ملاعق من الشوفان مثل ما تشوفوها. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه واحد وهاي اثنين، بسم الله الرحمن الرحيم، وهاي ثلاثة. ممكن نزيدهم، ممكن، هذا يعتبر يعتمد على السمك اللي انتو تريدوا. طبعا راح نخلطهم شوية حتى تلاحظون انه كمية البيض هي يعني على قدها. ممكن انه نزيد عدد البيض، ممكن انه نزيد، هذا شيء راجع لكم. انا حقيقة اعتبر انه ثلاث بيضات يعني هاي كافية مثل ما تشوفوها. او ممكن انه ما نزيد بيض، بس ننطيها شيء من السائل على مود يمتصه الشوفان، وراح نشوف شنو الحقيقه. هي هاي الفقره اللي اريد اقول لكم اياها، انه بهيج انواع من الافطار يضاف ماده سائله هي عباره عن الحليب او الماء. انا ما اريد اضيف الماء، اريد ماده مفيده، والحليب احنا عندنا موقف من عندنا ندري انه الحليب مفيد. فش راح نضيف؟ راح نضيف عصير برتقاله او برتقالتين او ثلاث برتقالات حسب كميه العصير اللي بالبرتقاله وحسب كميه الشوفان اللي احنا حاطين. فراح يتشبع الشوفان بعصير البرتقال، وتدرون عصير البرتقال ايش قد مفيد، طعمه ايش قد طيب، ونكهته ايش قد طيبه. راح نحركه ويا عصير البرتقال. النقطه الثانيه اللي راح نحطها اللي هي برش
الليمون، وهذا برش الليمون من الروتينات اللي رويتكم اياها انه انا دائما استخدمه. برش الليمون راح ينطيني فيتامين سي عالي، وراح ينطيني نكهة وطعم ويا البرتقال جدا جدا طيبة. راح تقولوا لي هي مو حلويات، اي صحيح هي مو حلويات، بس طعمها راح يصير جدا طيب. راح نحركه، ممكن انه نعوفه في الدقائق مثلا، في الدقيقتين ثلاثة، البيض ويا الشوفان على مود الشوفان يبدي يمتص الماء مال تتلاحظون يبدي يمتص الماء مال البرتقال، النكهة راح تكون كلش طيبة، راح تشوفوها شلون راح تصير. هسه ايش راح نسوي بعد ان كملنا خلطنا؟ عفنا دقيقتين ثلاثة خمس دقائق، راح نضيف هذا الخليط الى المحموس مال البصل والفلفل او انواع الفلفل اللي احنا حاطين. شوفون راح نجيب هذا الخليط اللي سويناه وراح نحطه كله فوق المحموس مال البصل والفلفل، شوية نحركه على مود البصل والمحموس مال الفلفل ما يبقى بالشعب مالته بشكل سريع، لان تدرون هذا بيحتاج انه يجمد. بعد هذا راح نعوفه، نعطي نار شوية هادئة نوعا ما او عن نص على مود يعني يجف كله كامل من الداخل، ونغطيه اكيد وننتظر دقائق عديدة ونشوف شلون راح يطلع. ممكن ان نحط شوية من الحبة السوداء على الوجه، انا احب احطها، اذا انتم ايضا تحبون تحطوها، نحط شوية من الحبة السوداء على الوجه تعطيها شكل وطعم ونكهة اكيد 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 فائدة. وهذا فطورنا الصحي الطيب بدون اي صمون او اي خبز، لانه مثل ما تشوفوه هذا الطبق مالتنا نقدر ناكله بدون صمون، لان صمونه من نوبي اللي هو الشوفان نفسه، غني ومغذي طيب ولذيذ. راح نحط وياه الليمون الحامض اللي مسويه بزيت الزيتون، ونحط وياه القليل من الخضره، انا حاطه هنا قرقير وخيار وشوندر اللي هي كلها مواد غذائيه وصحيه تكمل المواد اللي موجوده في فطورنا هذا. هذا الفطور ممكن انه انت تسويه الى اولادك ولكم كلكم كعائله في العطل، فتشوفي انه ما يحتاج الى صمون، ممكن انه تسويه لاغراض التنحيف وتقليل الوزن، لانه راح تكون كميه الشوفان اللي مستخدمه هي تشبع وبنفس الوقت هي مو كميه كبيره، غني بالبرتقال، غني بالفيتامين سي من البرتقال والنومي حامض. وقد تقول لي واحد انه تعرض الى الحراره، صحيح، لكن الحراره اللي تعرض لها هي حراره قليله وضمن هذه المواد وما تكون تلفت الا فتشي بسيط اذا تلف من الفيتامين سي. ممكن انه تسوي وتحطي ضمن كونتينر الى الاولاد بالمدرسه، فراح ياكلوه بشكل مباشر ويا فد شوكه يعني ديسبوزابل من هذه، فياكلوه بشكل مباشر بدون اي صمون وراح يكون مشبع لهم. والجزء الاخر من الكونتينر تحطين اي من هذه الخضروات. هذا فيديونا اليوم، ان شاء الله عجبكم، اريد اشوف لايكاتكم، اريد اشوف تعليقاتكم. وبالمناسبه راح تلقون في نهايه الفيديو الرابط مال مجموعه الافطار الصحي اللي انا مسويت لكم اياها، جمعتها في قناه يعني جمعتها في مجموعه واحده وحطت لكم الرابط مالتها.